بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاب أحكي عن تقنية البي جي أس بين قوسين هي البي جي دي. هلا بنحكي عن الفرق بينهم. البي جي أس هو تقنية جديدة، إشي عظيم، إشي عمل نقلة نوعية في نتائج الحمل. طبعا مين هدول الناس اللي بيحتاجوا تقنيات البي جي أس؟ هم الناس المتكرر عندهم فشل محاولات أطفال الأنابيب، الناس اللي محتاجين في عندهم أمراض وراثية في العائلة وعندهم مرض معروف أو غير معروف اللي هو single gene disorders أو هبت أو هبن في لحظة محددة صار عندهم في خطأ وراثي ممكن ينتقل أو يصيب هاي الأجنة، وكمان الناس المتكرر عندهم الإجهاض. إذا هذول هم حالات كثيرة. إذا بنأخذ الناس المتكرر عندهم الإجهاض وهم معرفين كالتالي إن هو ثلاث إجهاضات متكررة في بداية الحمل، في بداية الربع الأول أو الثلث الأول من الحمل اللي هم نسميه البداية الثلاثة أشهر. فإذا من هم الناس اللي بحتاجين البي جي أس؟ إحنا عرفناهم بي جي أس. إذا نحكي للناس اللي متكرر عندهم فشل محاولات أطفال الأنابيب، والناس اللي متكرر عندهم الإجهاضات، والناس اللي عندهم في أمراض وراثية في العيلة أثبتت أو أصيب بعض أطفالهم في هاي الأمراض، وإحنا عشان نكتشفها ونحددها وثم ما يكون في عند هاي الأجنة. إذا هي باختصار مفيد، إحنا بنحدد الأخطاء الكروموسومية الموجودة عند الأجنة قبل ما إحنا ننقل الأجنة إلى رحم الأم أو حوض الأم. إحنا بنحكي إنه هذا إشي جديد. عشان نعرف موضوع البي جي دي، بي جي دي هي بسموها بري إمبلانتيشن جينيتيك دياغنوسيس، يعني هي مجال جديد ومتطور من علم الجينات ويدعى المسح الجيني. المسح الجيني اللي هو إشي جديد نقدر إحنا نشوفه ونعرفه قبل ما نرجع لرحم الأم، ومشير فيه أن إحنا إجراءات جديدة في برامج أطفال الأنابيب، أطفال الأنابيب أو الزراعة أو زي ما إحنا نقدر نسميها، اللي هي برامج نستخدمها للحالات اللي إحنا ذكرناها من قبل. بالأساس تقنية البي جي دي والبي جي أس تستخدم في أطفال الأنابيب. هي إذا إحنا بنيجي بنحقق من قبل ننقل الجنين إلى رحم الأم منبين الخلل الوراثي. عمليين رئيسيين هما الحقن المجهري والاختبارات المجهرية أو اختبارات الجنية اللي هما بيشتغلوا على موضوع يؤدي إلى نتيجة حمل سليم. بيستفاد من هاي التقنية كما ذكرنا عدة ناس. أول هم الأزواج الذين لديهم حالات تأخر الإنجاب لسبب آخر مع تكرر فشل محاولات الحقن المجهري. اثنين، النساء اللاتي يرغبن بالإنجاب مع تقدمهن بالعمر، يعني كمان نسيت أذكر أنه تقدم العمر مهم جدا. الوالدين الذين لديهم خلل كروموسومي في موروثهم أو موروثهم الجيني، عندهم أصلا هم خلل جينات. تقنية البي جي دي يمكن أن تحسن حالة الإنسان وتمنع الاضطرابات الجينية من انتقالها للأجيال المستقبلية. لذا فإن الفرص من تقنية البي جي دي هي عظيمة وتقلل من فرص حدوث الأمراض الجينية والوراثية، وبالتالي ضمان تحسين نوعية الحياة للجميع. يعني هذا إشي مهم إحنا نحكي إنه بتحسن حياة الجميع، مثل مرض التليف الكيسي والتلاسيميا وأمراض الضمور العضلي وغيرها. وتقنيات البي جي دي هاي بتساعد على استثناء هاي الأمراض، تمنع نسبة 10.5% من كل أنواع السرطانات كمان. يعني إذا إحنا عرفنا إنه في بعض أمراض سرطانية مثل أمراض الثدي، إحنا نقدر نعرف الجين الموجود عند هاي الأطفال إذا كانت هم إناث أو ذكور، وبنعرف الجين الموجود عند هاي العائلات ونقدر نستثني السرطان الثدي باستخدام تقنية البي جي دي. تقنية البي جي دي بتساعد كثير في تحسين نوعية الأجنة. بيبدأ فيها احنا عادة في برنامج الحقن المجهري، وهو برنامج اعتيادي اللي هو تنشيط المبايض ثم سحب البويضات، ونحكم هاي البويضات بالحيوانات المنوية، وبعدين بصير عندنا أجنة ناضجة. بنروح هاي الأجنة احنا نسحب منها عينة أو خزعة البيوبسي، وفي اليوم الثالث بنروح بنسحب هاي الخزعة
ومنوديها على تقنيات البي جي دي. البي جي دي اللي هي بنجي نحكي انه بنعرف الكروموسومات الموجوده داخل خليه واحده او الخزعه الموجوده عندنا، وبنعرف شو هي الامراض الموجوده، بنكون محضرين لها احنا مسبقا بروب او محضرين لها مادة خاصة تكشف عن هذا الخلل الجيني الموجود عندها. في اليوم بنعمل عملية مسح جيني لكل الأجنة، لكل الأجنة، وبعدين بنرجعهم بسموها الـ NGS أو تقنية الـ PGS، يعني هي تقنية اللي هو النيو سيكونسز اللي بصير لجميع الأجنة، عشان هيك سموها NGS أو PGS اللي هو سيكونسز تبع الكروموسومات كاملة. فعشان هيك تظهر عنا هاي الخلل او هاي الامراض واحنا بنستثنيها. خامس يوم، على اليوم الخامس او السادس احنا بنروح بنرجع هاي الاجنه ونقلها الى رحم الام. هاي هي التقنيه الحديثه. طبعا عشان نعرف انه في بعض امراض تنتقل عن طريق الكروموسوم معروف او كروموسوم الذكري او كروموسوم الاكس او الواي او الانثوي، واحنا بنقدر نحدد في هاي الامراض. في بعض الاحيان لا، بيكون في جميع انواع الكروموسومات، عشان هيك بنحكي عن نيو سيكونسز جينيريشن اللي هي NGS نيو جينيريشن سيكونسز، اللي هي بتحدد كل الامراض الوراثيه اللي ممكن تكون موجوده عند هاي الاجنه. طبعا احنا بعد ما نرجع احنا بنتاكد هو السبب الاعظم انه يكون الاجهاض المتكررة او فشل اللي هو خلل كروموسوم عند هاي الاجنة، احنا مستثنيها. وعشان هيك بنبلش نرجع هاي الاجنة واحنا متأكدين انه نسب الحمل راح تكون عندنا احسن. يعني هذا الموضوع راح اطول عنه وراح نشرحه احنا بطريقة ثلاثية الابعاد. احنا اليوم نحكي مقدمة عن هذا الموضوع، احنا عم نحكي عنه كثير اخر فترة لانه احنا عارفين انه هو له نتائج كثير منيحة وعم بطور شغلنا وبطور من نتائجنا. وبننصح الناس اللي بتكرر عندهم انه في بعض احيان يكون في عندهم مشاكل، هم في بعضها مادية في مشاكل اخرى، انه يتجاوز هاي العقدة واحنا نقدر احنا معهم ونساعدهم انه نقدر نوصل لأفضل نتائج موجودة في عالم الحقن المجهري وعالم برامج المساعدة على الخصوب والإنجاب. اليوم احنا حكينا بشكل موجز، راح نحط هذا الفيديو ننشره عشان المرة الجاية نوضحه بشكل افضل عن طريق الـ 3 Dimension، نوصل الصورة بطريقة احسن. واحنا وانا دكتور هلال دائما برحب فيكم، واحنا بنحب نزيد، وانا المستشار الاول من تجربتي بحكي انه الامل لا يفقد، وانا بحب يكون الامل موجود عندكم دائما، ومعاي انا الامل ان شاء الله راح يكون موجود، وانا راح استمر في مساندتكم ونوصل لافضل نتائج. شرفتونا واهلا وسهلا بكم.